من قبل يومين صرح كل من أنس وأصالة عن سفرة مفاجئة بالطريق، حيث أكدوا على أنه شخص قام بدعوتهم لهالسفرة، ولكن لم يصرحوا عن من يكون هالشخص ولا عن سبب السفرة، حيث بيّن من طريقة حكيهم الغامضة عن وجود مفاجأة بالموضوع. وفي نفس الوقت وتزامنا مع تخطيه لحاجز 5 مليون مشترك على قناته على يوتيوب، نشر أسامة مروة هالصورة واللي بيّن من خلالها عاصفة وعلق بالهدوء ما قبل العاصفة، ليتضح أنه عم يستعد لتصوير فيديو حيكون أقوى فيديو على قناته على يوتيوب. فمعروف عن أسامة مروة وخاصة آخر فترة عن عمله على فيديوهات ذو جودة عالية جدا، فشارك هالستوريهات واللي علق من خلالها بي: بكرة في صفرة رح نصور برأيي أقوى فيديو رح ينزل عندي بالقناة. تحضير وموفقات، صار لها تقريبا 3 أشهر وهلأ كل شي صار جاهز للتصوير. وغيث مروان كمان شاركوا هالرحلة، حيث شفناهم مع بعض متجهين للمطار لقطر. وأنس وأصالة أيضا شارك ستوريهات رحلتهم لقطر، وأيضا كل من نارين بيوتي وأختها شيرين ونور ستارز وأحمد النشيط وأيضا بيكي، حيث حيكون أول تجمع لليوتيوبرز نور ستارز ونارين بيوتي وأنس وأصالة وشيرين وأحمد النشيط وغيث مروان وأسامة من بعد الخلاف اللي كان بين البعض منهم. فشو رأيكم؟ شو ممكن تكون فكرة أسامة مروة هالمرة؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. صباح النور، صباح السرور، تيسير الأمور من المطار. طبعاً أنا رايحة لقطر، كلش متحمسة أروح قطر، هاي أول مرة. كل مرة أوقف بمطار في الطيارة الحين متوجهين إلى قطر. كلكم توقعتوا صح، مو توقعتوا، عرفتوا والله أنتم مثل ما حد الشرم صيدون كل شيء، يعني تفاصيل أشياء كل شيء صيدينه ورايحين لقطر علشان شيء أخونا قريب راح نتكلم عنه أول ما أوصل إن شاء الله إلى قطر. فأشوفكم في قطر.